الشمالية، الشمالية الشرقية بالذات، وسيناء وثلاثة كبار البحر الأحمر والجنوب، كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة. أيضا هناك نشاط للرياح على جنوب البلاد، خاصة مدينة أسوان قد يصل إلى حد العاصفة هناك، لكن بقية أنحاء الجو فيها معتدل الحمد لله في الظاهر. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فما زالت درجات الحرارة مرتفعة على أغلب الأنحاء، وهتستمر ارتفاع تدريجي لتصل ذروتها يوم الجمعة القادم إن شاء الله، لتصل في القاهرة إلى 40 درجة. تمام الحمد لله. امتى دكتور احمد طيب الجو هيستقر؟ يعني احنا حاسين ان احنا بنشوف اربع فصول في يوم واحد، يعني بنشوف مطر وتراب وحر وبرد في يوم واحد، امتى الجو هيستقر ونحس ان احنا خلاص يعني؟ لا لا، الايام الجايه دي مش هنشوف برد، هنشوف حر على طول. خلاص الشتاء خلاص بيودع وشكرا كده.